تحويلة أخرى من شاهين أحمد وجول الأمر يعني الذي أثير مؤخرا بشأن النجم الكبير الراحل أحمد راضي بصراحة يعني غريب جدا ولا يمثل توجها عاما في المجتمع العراقي، ولقد رأينا هذه الاستجابة يعني الكبيرة والحادة والمستهجنة تجاه من يحاول أن ينال من هذا الرمز العراقي الكبير. الجهات التي استهدفت الكابتن أحمد راضي كشفت لنا أن الرصاصة التي أطلقت على ثوار تشرين شهداء تشرين والتي أطلقت على القوى الوطنية المعتدلة والرصاصة التي تطلق على الخطوات السياسية والاجتماعية والدينية المتعقلة من طرف المتشددين، هذه نفس الرصاصات التي أطلقت على الكابتن أحمد راضي، نفس الألسن التي تريد إحداث شرخ في هذا المجتمع. تحويلة أخرى من شاهين أحمد وجول.